وحاولت بعدها شبيبة والقبائل العودة في النتيجة دون جدوى. يتمكن صفاء خميس مليانة من إضافة الهدف الثاني عبر مهدي قادري في الدقيقة 58. يلتحق شبيبة القبائل بمولودية الجزائر واتحاد الجزائر ولفق صيف وشرف قسطنطينة وبقية. We'll be right back.
17 قادري وتعديل يا هدف تعديل عن طريق قادري مهدي قادري أدى النتيجة.